سلام، سلام عليكم. اليوم جبت لكم كيفاه نشوي وليشاتان وباللغة العربية الكستيناء، وإحنا في الجزائر نعيطوا له البلوط. رانا في وقته، هذه هي الوقت تاعه اللي يحبوا يروح يشري. شوفوا راه جديد، راح شريت منه كمية باش نوري لكم كيفاش طيبوه، كيفاش تشويوه. فوالا درت غير هالشويه، غسلته ومن بعد تشدوا الحبه تقسموها بالموس هكذا، تتاكدوا بلي مقسومه باش كي ديروه في الفور ولا في الميكرووند ما يتكلطاش. فوالا انا هاد الحبه خضراء، باسكو حنا في الدار جينيرالمون كيحبوه كاع خضر هكذا. هذيك باش نوري لكم برك كيفاه تشويوه، انا نحبو هكذا خضر. شوفوا من بعد ما ميم با واحد 3 مينوت 3 دقائق هكذاك، شوفوا كيفاه ينفتحوا كامل وين وسيناه بالموس، وسهل درك باش تقشروه.